جوهر هذه العمليات أو جوهرتين يعني هي السيطرة على ما يجري في الميدان بين المتنافسين على جميع مختلف الأصعدة سواء كانت الدعاية اللفظية أو الدعاية المكتوبة يعني عبر المنشورات وغير ذلك، وأيضا التحكم في ما يجري عبر الوسائل السمعية البصرية سواء من قبل الوسائل العمومية أو من قبل الوسائل الخاصة، سواء كان ذلك ما يخص تغطية النشاطات أو إدارة التعبير المباشر. هذا المحاور الأساسية لابد أن نولي لها اهتمام خاص، هذا ما جعلنا يعني نؤسس لجنتين لهذا المجال مكونتين من أعضاء السلطة مجلس السلطة الوطني المستقل للانتخابات ومن خيرة إطارات الوزارات المعنية